الذكر له علاقة عميقة بقدرتك على إبداع أفكار جديدة، لأنه بيعمل لك مديتيشن، تصفية لروحك وذهنك، أنت صافي جاهز للإبداع. الذكر بيعمل معك إيه؟ أنت الآن مهيأ للإبداع، لإخراج أفكار جديدة. لو ذكرت بطريقة صحيحة 20 دقيقة بصفاء نفس، بتركيز مع الله، بتفاعل بوعي بالكلمات اللي بتقولها، أنت جاهز للإبداع. إيه الدليل؟ من القرآن، سيدنا داود: يا جبال أوبي معه والطير. تخيل من كتر حلاوة الذكر الجبال بتقول معاه والطير بيقول معاه. ايه الآية اللي بعديها؟ وألنا له الحديد. هو أول واحد مخترع ازاي نطوع الحديد، سيدنا داود هو سر الصناعة الحديثة، لأن من غيره ما كانش تطوع الحديد. ايه علاقة حرف الواو للعطف في اللغة العربية؟ ايه علاقة دي بألنا له؟ ايه علاقة الذكر بألنا له الحديد؟ بقى جاهز للإبداع فأبدع.